صباح الخير مشاهدينا الكرام. مصر بمشيئة الله هتستضيف غدا بطولة أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة، طبعا بطولة مهمة جدا أن تقام على الأراضي المصرية، أكيد في تجهيزات واستعدادات على أعلى مستوى، تجهيزات واستعدادات على المستوى الأمني وعلى المستوى الرياضي وعلى مستوى يعني الخدمات المختلفة اللي هتقدم للمنتخبات الأفريقية. هنتكلم عن أهمية وتفاصيل هذه البطولة، وأكيد هنتكلم عن المنتخب المصري من حيث التشكيل والاستعداد والتجهيز والتدريب، ويا ترى مجموعة مصر يعني زي ما بتقال مجموعة سهلة وبسيطة، ولا يعني هيبقى في تنافس مع منتخبات أفريقية يعني لعبها قوي شوية، فنبتدي إن احنا نقلق أو لأ؟ يعني في أمور كثيرة حقيقة، تفاصيل كثيرة هنتكلم عنها من خلال لقائنا مع الأستاذ عوني نافع الناقد الرياضي. صباح الفل يا أستاذ عوني، وأهلا بك معنا. صباح الخير يا أستاذ أمل، صباح الأمل والتفاؤل على المنتخب المصري، صباح البشرى الجميلة. غدا إن شاء الله ستستضيف مصر وتنظم مصر وتنجح مصر إن شاء الله مرة أخرى في إبهار العالم وإبهار القارة السمراء بتنظيم حدث أو عرس إفريقي جديد، وهو بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة. مصر بتتطلع لأن تضرب عصفورين بحجر واحد، وهو الصعود لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل، وأيضا الاحتفاظ باللقب والفوز باللقب الخامس إن شاء الله. طب خلينا في الأول نتكلم عن، قبل ما نتكلم عن تفاصيل البطولة والمجموعات والمنتخبات ومجموعة مصر سهلة ولا صعبة زي ما بتقال، نتكلم الأول عن الاستعدادات والتجهيزات لهذه البطولة. طبعا استعدادات على المستوى الأمني، وأيضا يعني الحفل الافتتاح، أكيد احنا منتظرين حفل افتتاح مبهر ومبهج يليق بمكانة مصر الكبيرة يعني، وأنها طبعا بتؤكد طبعا انتمائها الكبير جدا لدول القارة السمراء. زي ما بيقولوا كده يا أستاذ أمل، مسافة السكة. الحمد لله مصر نجحت في تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019. مصر مجهزة بكرة مفاجأة جديدة، حفل افتتاح يبهر العالم من جديد. كل قيادات الدولة المصرية، شركة برزنتيشن، شركة تذكرتي، الكل بيعمل على قلب رجل واحد من أجل هدف واحد، وهو نجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية. ولما لا، ومصر نجحت من قبل، مصر هي أم الدنيا، مصر قلب إفريقيا، مصر ستنجح، ومصر إن شاء الله منتخبها سيفوز وسيسعد المصريين بالصعود لأولمبياد طوكيو، وأيضا تكتمل فرحتنا إن شاء الله بأن يكون المنتخب المصري طرفا في النهائي اللي يقام يوم 22 نوفمبر في القاهرة على استاد القاهرة، ونفوز بالبطولة ونصعد لأولمبياد طوكيو إن شاء الله. طبعا الجمهور النهاردة إن شاء الله في إقبال جماهير كبير على التذاكر، فان اي دي، شركة تذكرتي، شركة برزنتيشن، الكل شغال على قدم وساق خلال الساعات الماضية. ان شاء الله ببشرك بشرة خير، ان شاء الله مصر هتقدم حفل جميل وحفل يليق بالدولة المصرية بشكل عام. طب خلينا نتكلم عن تذكرتي، ويمكن احنا نفذناها وفعلناها وطبقناها في البطوله الاخيره لكاس الامم الافريقيه، حقيقه ولاقت نجاح كبير جدا. الى اي مدى استطاعت هذه الفكره المتميزه اللي هي مطبقه في عدد كبير جدا من دول العالم، ولكن يمكن التجربه كانت في مصر كانت وليده، ان هي يعني تجمع الاسره المصريه، بقينا نشوف الاب والام والاولاد، وقدرت ان هي تمنع كمان بشكل او باخر بعض الملاعب، النماذج اللي بتسيء لجمهور الكره المصريه أكيد. بشكل عام. اكيد اكيد. طبعا زي ما انا قلت لك، شركه تذكرتي نجحت في بطوله كاس الامم الافريقيه الماضيه للكبار 2019 اللي أقيمت منذ شهور في مصر. شركة تذكرتي عاملة تنظيم مشرف جدا، وهو نظام الفان اي دي. زي ما أنا قلت لك، ملاعب كرة القدم أصبحت ملتقى أو احتفالية أو كرنفال كبير للأسرة المصرية. الأب بيصطحب زوجته، بيصطحب ابنه، بيصطحب ابنته. ما فيش مجاني بقى فيه خوف أو قلق زي الأول يعني. الأمن المصري قوي، الأمن المصري عنده قدرة، وخلي بالك نختلف على الأهلي ولا الزمالك، لكن لا نختلف على المنتخب الوطني. طبعا. ما تفرقه الأندية يجمعه المنتخبات.
طب بالنسبة لتقييمك للمنتخب المصري في هذه البطولة، طبعا تحت السن زي ما قلنا 23 سنة، من حيث يعني التدريبات، من حيث التشكيل والاستعداد، ومجموعة مصر أخبارها إيه؟ طيب خلينا الأول عشان طبعا المشاهد اللي قاعد بيسمعنا نقول له بس نديله الداتا كده نشربه الدواء بمعلقة كده. الأول البطولة هتقام في مصر على ملعبين، استاد القاهرة واستاد السلام. هيبقى فيه 8 فرق هتشارك في البطولة. مصر في المجموعة الأولى مع مالي وغانا والكاميرون ومالي. مصر هتواجه مالي غدا إن شاء الله في مباراة الافتتاح في تمام الساعة 7. طبعا هيسبقوا حفل افتتاح مبهر إن شاء الله في الساعة 6 مساء. في المجموعة الثانية طبعا فيها 4 منتخبات أخرى، سيصعد الأول والثاني من كل مجموعة ليبقى الدور قبل النهائي. أول منتخبين بالتبعية هيصعدوا لنهائي البطولة، هيصعدوا أيضا لأولمبياد طوكيو 2022 الصيف المقبل، والفريق صاحب المركز الثالث أيضا سيصعد لأولمبياد. إذن هناك 3 منتخبات ستتأهل إلى أولمبياد طوكيو، ومنتخب المصري زي ما قلت لك ما بيلعبش أيضا على التأهل لبطولة الأولمبياد قدر ما بيلعب على أنه هو يحتفظ بالبطولة واللقب الخامس. خلينا أديكي باب تفاؤل جديد للمنتخب الوطني أو المنتخب الأولمبي بتاعنا. المنتخب الأولمبي كلما كان معه غانا أو الكاميرون في مجموعته كلما فاز باللقب. المنتخب المصري فاز باللقب 4 مرات، بدأها عام 81 مع المصري كابتن هاني مصطفى، وكان معانا الكاميرون في مجموعته وفزنا بالبطولة. عام 91 مع الكابتن محمد أبو العز نجم نادي الترسانة فاز المنتخب المصري، وكان معانا المنتخب الكاميروني والمنتخب الغاني. عاد المنتخب في بطولة 2013 تحت قيادة المدير الفني الوطني الكابتن حسن شحاتة طبعا، وفاز باللقب، وفاز ايضا قبلها طبعا ببطوله 2003 كانت مع الكابتن حسن شحاته، 2013 مع الكابتن ربيع ياسين. اذا المنتخب المصري حقق البطوله 4 مرات في وجود منتخب مالي، منتخب غانا، منتخب الكاميرون. اذا هناك باب للتفاؤل، وايضا باب اخر وهو ان المنتخب المصري يفوز دائما بالبطوله تحت قياده فنيه. اذا ثقتنا كبيره في الكابتن شوقي غريب، ثقتنا كبيره في منتخبنا الاولمبي، في جهازه الفني، في اتحاد الكره اللي خلى الكل يعني مجهوداته خلال الفترة الماضية من أجل إنجاح هذا الحدث، من أجل تتويج المنتخب الأولمبي بالبطولة. المنتخب الأولمبي زي ما قلت لك إن شاء الله مستعد بشكل طيب جدا جدا للبطولة. عنده مجموعة لعيبة كبيرة، عنده رمضان صبحي، عنده ناصر ماهر، أحمد ياسر، ريان صلاح، محسن، عنده لعيبة مميزة جدا. يمكن إحنا المنتخب الوحيد اللي ما عندوش محترفين، لكن عندنا لعيبة أصحاب خبرات. طب نتكلم عن الشباب، وإن حقيقة الشباب مسؤولين بشكل كبير جدا عن هذه البطولة، يعني من حيث التنظيم والتجهيز لهذه البطولة. أهمية أن تكون يعني هي بطولة للشباب، ولكن أصحابها كمان شباب، وهم اللي يكونوا متولين الأمر من الألف للياء. أكيد ده اتجاه دولة بشكل عام. يعني مصر دولة شباب، مصر دولة شباب، والدولة فتحت ذراعيها للشباب المصري، سواء منظم أو لعيبة أو مدربين أو مسؤولين. بنشوف النهاردة أعضاء في البرلمان شباب، بنشوف مسؤولين شباب، بنشوف قيادات من الشباب. ده اتجاه جميل في الدولة، وإحنا نجحنا زي ما أنا قلتلك في 2019 في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهننجح أيضا في تنظيم هذا العرس القروي الكبير في مصر. وزي ما أنا قلتلك هيكون حفل افتتاح مبهر، ربما يفوق حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية للكبار، لأن مصر دايما بتسير للأحسن لا تسير للأسوأ أبدا. لما بنتكلم على النجاح في التنظيم، وكلينا طبعا تجارب سابقة وفعلا أثبتنا وأبهرنا العالم بالتنظيم يعني المتميز والرائع، محتاجين كمان تكون في روعة في الأداء بقى في أرض الملعب، في المنتخب. يعني ده طبعا اللي الجمهور أو الشعب المصري مستنيه بشكل كبير جدا. يعني أكيد شوفي، يعني ما فشل فيه المنتخب الوطني الأول سينجح فيه المنتخب الأولمبي. صحيح احنا نجحنا في تنظيم كأس الأمم الأفريقية، لكن للأسف خرج المنتخب الوطني الأول من دور 16 أمام جنوب أفريقيا. لكن أعتقد إن احنا تعلمنا الدرس جيدا، زي ما أنا قلت لك في بداية حلقتنا، هنضرب عصفورين بحجر واحد. هننظم البطولة
هناخد البطوله ان شاء الله، هنصعد لاولمبياد طوكيو وتكتمل فرحتنا، والفرحه تبقى فرحتين، والمنتخب الوطني الاولمبي هو منتخب الامل، منتخب بارقه السعاده، بارقه الخير للمنتخب الوطني الاول، لان هم لعيبته هم القوام الاساسي للمنتخب الوطني الاول ان شاء الله. يعني هم طبعا اللعيبه اللي تحت 23 سنه مش كلهم معروفين قوي، او لا بالعكس اللعيبه كلها معروفه طبعا، رمضان او مش واخدين نفس، لا طبعا مش بتكلم على يعني بعض اللعيبه الاخرى ممكن ما يبقاش عليهم الاضواء زي المنتخب العادي الكبار طبعًا يعني طبعًا. فمحتاجين اكيد دعم واكيد مسانده كبيره جدا عشان يتقدموا، يعني يتقدمهم للجمهور بشكل صحيح، وهم كمان محتاجين ان هم يقدموا لنا اداء جيد ومتميز على ارض الملعب عشان الناس تعرفهم ويعني تشيد بادائهم. طب شوفي يا استاذه مالا، لسه قايل لك من دقيقه حاجه جميله، واحنا المنتخب الوحيد، المنتخب الوطني، المنتخب الذي بلا محترفين. خلينا نقول ان مثل هذه البطولات بتكون بوابه لاعبينا للاحتراف الاوروبي. ليه ما يبقاش عندنا 11 محمد صلاح؟ محمد صلاح خليني اقول لك حاجه، تالق مع المنتخب الاولمبي في بطوله اولمبياد قبل كده، وكان احرز 3 اهداف في الاولمبياد، احرز في البرازيل، احرز في نيوزيلندا، احرز في بيلاروسيا، وبعد كده بقى عندنا محمد صلاح. ان شاء الله مثل هذه البطولات تفرز العديد من النجوم، رمضان صبحي، ناصر ماهر، احمد ياسر ريان، احمد ابو الفتوح، كريم العراقي، عندهم لعيبه اصحاب خبرات، عندهم لعيبه مهمين جدا في انديتهم، سواء في النادي الاهلي او الزمالك او سموحه او المقاولين العرب، كوكتيل لعيبه. اعتقد ان البطوله دي ان شاء الله هتفرز لنا نجوم جديده ويكونوا قوام اساسي بقى للمنتخب الاول مع الكابتن حسام البدر، اللي النهارده ان شاء الله عندنا مباراه وديه للمنتخب الاول مع منتخب ليبيريا، استعدادا لمباراتي جزر القمر وكينيا في التصفيات المؤهله لامم افريقيا بالكاميرون. طب انت قلت حاجه مهمه جدا، محتاجين يبقى عندنا اكتر من محمد صلاح. طبعا الموضوع بس مش مرتبط بالمهارات الفرديه، ولكن هي منظومه لابد ان تتكامل وتتواجد عشان اللعيب يقدر ان هو يتبروز ويكون يعني خير سفير لبلده. ايه اهم التحديات او المشكلات او العراقيل اللي ممكن هي تقف حائل امام يعني ان انت تسوق او تقدم النجم الرياضي او تهتم بيه بالشكل اللائق؟ يعني في لعيبه كتير جدا متميزين وعندهم مهارات فوق، لكن لا ينجحوا في اللعب، لكن بييجوا في نص الطريق وما بيكملوش، بيتنسوا، ما حدش بيعرفهم، لان ما كانش عندنا القدوه والمثل. بعد ان اصبح لنا محمد صلاح سفيرا للكره المصريه، اصبحت في غيره رياضيه، غيره حميده بين اللعيبه، كل لاعب عايز يبقى التريزيجيه، عايز يبقى محمد صلاح. بعتقد ان هذه العقده انفكت تماما بمجرد تربع محمد صلاح على عرش الكره العالميه وبزوغه في الدوري الانجليزي. لا هو لا اقصد اللي انا عايز اقوله انه طبعا لازم يبقى فيه نموذج وقدوه ومثل، بس مش كل واحد فينا عشان يقدر ان هو يحقق نجاح في منطقه معينه لازم يشتغل على، مش هيكتفي فقط بوجود النموذج، ولكن لازم يبقى فيه جهه او في اجواء عامه تدعمه ماديا وتدعمه معنويا وتسوقه بشكل جيد. ففي امور كتير ممكن نكون احنا مفتقدينها شويه، محتاجين اعاده النظر ليها تاني. الالتزام داخل وخارج المستطيل كلاهما وجهان لعمله واحده وهي عمله النجاح. اذا التزم اللاعب داخل المستطيل وخارج المستطيل، تاكدي تماما ان سيكون هناك 11 محمد صلاح للكره المصريه في المستقبل. الكره المصريه كره ولاده، لكن كنا بنفتقد خبرات الاحتراف من قبل. اعتقد زي ما قلت لك هذه العقده انفكت بمجرد نجاح محمد صلاح، اللي اصبح رمز وقدوه لكل لاعبينا. مقياس النجاح مرتبط بشكل رئيسي واساسي بفكره الاحتراف؟ يعني طبعًا. ممكن احيانا، بس طبعًا. احيانا ممكن يعني في بعض اللعيبه ممكن تبقى كويسه بس ما جاتلهاش مثلا فرصه الاحتراف. كابتن محمود الخطيب، كابتن فرج، كابتن حسن شحاته، ده لا يقلل من شأنه، هو ده اللي انا عايزه افهمه. لكن يعني اللاعب اللي ما احترفش بيبقى لاعب امكانياته متواضعه او على قده او ما بيقدرش ان هو يقدم حاجه كويسه، ولا الفكره فكره يعني فرصه او ان حد يكتشف النجم او يلاقي فيه حاجه كويسه؟ ما محمد صلاح اللي هو فخر العرب وسفير لينا، ولما راح الزمالك في الاول قالوا له انت ما تعرفش تلعب كوره. فاللي انا بتكلم فيه اني فكره ان يبقى عندك حد سند وظهر ليك ممكن يكتشف فيك حاجه حلوه فيقدمها للناس، او حد يكون محبط ليك فانت كويس وكل حاجه بس يموتك في مكانك. عارفه مين؟ الجمهور المصري هو الداعم الاول لاي لاعب مصري. عندما يكون لدينا نجم شباك يعشقه الجمهور فهو نجم للكره المصريه. والجمهور دايما في قمه الذكاء، اللاعب الملتزم اخلاقيا وفنيا. هناك لعيبه كانوا
عندهم قدرات فنية وبدنية، لكنهم للأسف سرعان ما تبخرت هذه المهارات يعني تحت أنقاض سلوكياتهم الغير ملتزمة والغير منضبطة. لكن هذا الجيل بعتقد جيل جميل لمصر، جيل عنده بارقة أمل، جيل عنده الروح الوطنية. وإن شاء الله بقى خلينا نتكلم في البطولة. طب خلينا نقول بقى أن منتخبنا الوطني طبعا عنده مباراة مالي بكرة. كابتن شوقي غريب طبعا استعد بشكل كويس، لعب مباريات ودية خلال الفترة الماضية، أبرز عناصر طبعا زي ما أنا قلت لك معاه الحارس عمر رضوان، معاه طبعا معاه كريم العراقي، معاه أحمد أبو الفتوح، معاه بيكهام، معاه رمضان صبحي، ناصر ماهر، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، معاه محمد عبد السلام، معاه لعيبة كبيرة عندها خبرات مع الأهلي والزمالك وسموحة وكل الأندية. أعتقد أن المنتخب الأولمبي محتاج بس ضربة البداية بكرة. إذا فاز المنتخب المصري غدا على مالي سيفتح أمامه الطريق للتتويج بالبطولة. هو صحيح في مباريات قوية، مباراة غانا، مباراة الكاميرون، لكنها تحمل في عبق التاريخ، تحمل التفاؤل، تحمل الأمل. أربع بطولات حققناهم فزنا بيهم وكان في مشوارنا الكاميرون وغانا ومالي. إذن عندما يواجه المنتخب المصري المنتخب الكاميروني، عندما يواجه المنتخب الغاني، عندما يواجه المنتخب المالي، استبشر الخير بأن المنتخب المصري سيفوز باللقب. زي ما أنا قلت لك كمان عامل آخر مهم جدا، إحنا فزنا بأربع بطولات مع مديرين فنيين محليين وطنيين. أنا بستبدل كلمة المحلي باللقب الوطني. كابتن هاني مصطفى، كابتن محمد أبو العز، كابتن ربيع ياسين، كابتن حسن شحاتة، أيقونة الكرة المصرية ومعشوق الجماهير المصرية. إذا أنا التجربة بتثبت وبتؤكد يوما بعد الآخر بأن المنتخب أو المدرب الوطني بيبقى قريب أكتر للفريق وبيحقق نتائج. بيقولوا في المثل أهل مكة أضرب بشعبها. صحيح، وده يخلينا المفروض إن إحنا نحطم ونكسر عقدة الخواجة اللي هي في النهاية ما بتجيبش نتيجة فعلية خالص. أنت واخدة بالك إحنا خلاص المنتخب الوطني ذاق الأمرين قبل كده مع برادلي مع أجيري، وجاءت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن نعتمد على كوادرنا الوطنيين، وفاز المنتخب الوطني بتنظيم البطولة. وإن شاء الله يتوج بلقبها إن شاء الله تحت قيادة فنية وطنية. لم ينجح المنتخب الوطني إطلاقا مع أي مدير فني أجنبي. صحيح، لكن أنا نقيس عليه كمان المبالغ والأرقام الفلكية اللي هم بياخدوها، وكمان ما فيش نتيجة حتى يعني مرضية أو تحافظ على ماء وجهنا. يعني للأسف النتائج بتبقى في كيمياء بين اللاعب المصري والمدرب كارثية. المصري في كيمياء وفي علاقة حميمية بين اللاعب المصري والمدير الفني المصري. المنتخب الأولمبي كما ذكرت لك استعد جيدا خلال الفترة الماضية، استعد بعدد من المباريات الودية، اطمأن خلالها الكابتن شوقي غريب على المستوى الفني والخططي، حط بشكل كبير تشكيله الأساسي اللي هو أخفاه طبعا عن الإعلام طبعا. المنتخب المالي أيضا منتخب قوي، عنده مجموعة لعيبة محترفة، يبقى طبعا في متابعة ودراسة ومشاهدة للمباريات يعني المنتخبات المختلفة. الفيديو طبعا حتى لبعض المباريات اللي لعبها كانت مع بعض المدارس غرب افريقيا اللي هي المدارس القرويه الافريقيه الصعبه، منتخب مالي سواء المنتخب الكاميروني، المنتخب الغاني العنيد، وكل منتخب ليهم يمكن طلع لنا نجوم، سواء غانا طلعت لنا عبيدي بلي، الكاميرون طلعت لنا سامو الايتو، مالي طلع لنا نجوم كبيره. اقصد ان احنا بنلعب منتخبات قويه، ومثل هذه البطولات كانت نواة أو معمل تفريخ لنجوم كرة القدم الإفريقية. إذن هي بطولة قوية، بطولة مش سهلة، 11 بطل. بقول لهم الجمهور المصري في ظهركم، اسعدوا بقى المصريين والجمهور المصري معاكم، وإن شاء الله تتوجوا بهذا اللقب لتسعدوا الشعب المصري من جديد. وده بيخلينا نتكلم على فكرة المسؤولية، يعني فكرة التنافس، وإن المسؤولية لا تعني إن هم لازم يعني يحصلوا على البطولة، ولكن الجمهور بيحس وبيلمس فكرة إنه اللي بيلعب داخل المستطيل. تختلف معايا في إيه؟ المنتخب المصري لا يلعب إلا على البطولة. ما هو كان قبل كده لا يلعب إلا على البطولة. أكيد أنا وإنت مصريين، وأكيد أنا وإنت حابين إن بلدنا هي اللي تفوز بالبطولة. فهي فكرة إنه لما بتحط بتلقي الضوء على نقاط الضعف وبتحاول إن إنت تعالجها، ده من منطلق الحب والخوف، وإن إنت مهموم بمنتخب بلدك، وبالتالي نفسك إن هو يحقق أفضل المراكز. عشان كده بقول فكرة إنه المسؤولية في الملعب الجمهور بيحسها، حتى يعني في بعض المباريات في البطولة السابقة اللي ما حققناش فيها نتيجة
بس كان الجمهور بيشيد بالاداء، وعلى العكس هم بيلعبوا لعب رجاله رغم ان ما فيش وعلى اهداف. العكس في مباراه الدور الاول حققنا 9 نقاط. طب احنا كده متفقين مش مختلفين. لا هختلف معاكي في نقطه ثانيه. اتفضل. احنا حققنا 9 نقاط بس احنا بنتكلم على المنتخب الوطني الاول، حققنا 9 نقاط لكن كان الاداء سيئا، تنبأ الجمهور المصري بخروج المنتخب وقد كان، لكن المنتخب الاولمبي يتفائل به الجمهور المصري لمجموعة العناصر الشابة، إذا كان رمضان صبحي اللاعب الحريف ناصر ماهر، عندك لعيبة كبيرة جدا تقدر تحقق البطولة إن شاء الله في مصر. طب نقاط القوة ونقاط الضعف، ومش عيب يعني كل منتخب يبقى فيه حاجة كويسة وحاجة ممكن أكيد. أنت محتاج أن أنت تعيد أكيد. النظر فيها. تقييمك بشكل عام هو بس التجانس بين اللعيبة عدم التجانس بين اللعيبة دي لو الكابتن شوقي نجح فيها خلال المباراه الوديه بعتقد ان منتخبنا منتخب ولا عدم التجانس بمعنى المنتخب عنده عناصر فرديه، عنده لعيبه حريفه جدا، عنده لعيبه هايله، عنده لعيبه تقدر يمكن افضل من المنتخب الوطني الاول. وانا اسف ان انا بقول حاجه زي كده باستثناء طبعا النجم محمد صلاح أيوة. او تريزيجيه لكن هؤلاء اللعيبه كافراد لعيبه على مستوى فني وخططي وبدني عالي جدا وهم مستقبل القوام المصري وهم القوام الاساسي للمنتخب الوطني الاول في الفتره المقبله. كنت بتكلم عن لعيبه، انا بكلمك عن اسماء، بكلمك عن طاهر محمد طاهر اللاعب الهداف بتاع المقاولين العرب، بكلمك عن رمضان صبحي، بكلمك عن بيكهام، بكلمك عن الجزار، بكلمك عن احمد بن فتوح، بكلمك عن لعيبه حريفه، بكلمك عن احمد توفيق الهاف ديفندر القوي. لا المنتخب الوطني الاولمبي يستطيع ان شاء الله ان يتخطى الدور الاول ويصعد لاولمبياد طوكيو وايضا التتويج بالبطل بالبطوله. طب صحيح في منتخب نيجيري، في المنتخب الغاني، المنتخب الكاميروني، لكن يبقى الجمهور المصري اللاعب رقم واحد وهو الداعم الاول. اذا افتقدت عنصر الجمهور ربما تفتقد عنصر المنافس، لكن اذا بقى الجمهور مساندا ومدعما اعتقد ان فرصك بتزيد كتير، وايضا عامل التحكيم طبعا مهم جدا في البطوله. طيب فكره الجمهور، انت بتقول ان النجاح مرتبط بشكل رئيسي واساسي بالجمهور، ده جزء مش اساس، لان احنا في البطوله اللي فاتت كان الجمهور حقيقه تشجيع قوي جدا والناس بقلبها وكل جوارحها كانوا بيشجعوا والمنتخب ما حققش نتيجه كويسه، فهي الموضوع المفروض يبقى فيه يعني في نوع من التوازن، يبقى فيه جمهور وفي لعيبة تأدي دورها بقدر المسؤولية، وإن البطولة دي على أرضنا في الموضوع كمان يفرق كتير ليه. يعني الجواب بيبان من عنوانه. المنتخب الوطني الأول خرج قبل أن يشارك في البطولة. كل العوامل كل الدلائل كانت تشير إلى خروج المنتخب. أجيري المدرب الأجنبي اللي كان عليه علامات تساؤلات كتيرة طبعا كان في مجاملات في اختيار التشكيل، كان في عوامل اخرى، اتحاد الكره السابق، عوامل كثيره تكاتفت من اجل اخفاق المنتخب الوطني، لكن المنتخب الاولمبي هذه العوامل تلاشت تمام. سينجح المنتخب الاولمبي، سينجح بفضل الروح الوطنيه للعيبه، بفضل تصميم الجهاز الفني الكابتن شوقي غريب اللي طبعا هو نجح في هذه المرحله السنيه، ما نجحش مع المنتخب الاول لكنه نجح مع المنتخب الاولمبي من قبل، سواء في بطوله كاس العالم او المنتخبات الاولمبيه من قبل. إذا أهل مكة أضرب شعبها، فهو مدرب يعي النجاح ويعي طريقة النجاح مع مثل هذه المرحلة السنية. احنا بنتمنى طبعا كل النجاح والسداد والتوفيق لمنتخبنا المصري. بنتمنى طبعا يعني تنظيم جيد لحفل الافتتاح وحفل الختام. بنتمنى ان احنا اللي نحصل على البطوله ان شاء الله. بشكرك جدا، شرفتنا ونورتنا الاستاذ عوني نافع الناقد الرياضي. شكرا جزيلا لحضرتك. يا استاذ امل، وصباح الخير عليكي، وصباح على الشعب المصري، صباح جميل عليكم ان شاء الله. انا بشكرك جدا، صباح الفل عليك ومشاهدينا الكرام. بعد الفاصل اخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع زميل محمد عاطف.